انطلقت في 7 من مساء اليوم حملة فزعتكم فرحة لهم التي أعلنت عنها وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية للمساعدة في سداد ديون الغارمين، وذلك بالتعاون مع وزارتي الإعلام والعدل، وتستمر الحملة لغاية مساء يوم الخميس المقبل. وتستهدف الحملة سداد ديون العديد من الفئات المستحقة للمساعدة كالمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والنساء، شريطة أن تكون كافة الأحكام المتعلقة بالقضايا المدنية على أن تتم تلك المساعدات بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية ذات الصلة. أعد لهم الأمل في الحياة، هكذا استشعرت وزارة الشؤون الاجتماعية بمسؤوليتها تجاه الغارمين والغارمات عبر إطلاق حملة إنسانية وخيرية قدم من خلالها نموذجا بارزا في التكافل الاجتماعي لتفريج الكرب عن الغارمين والغارمات. راح تكون الأولوية لكبار السن والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة، تقدير لظروفهم. راح يتم تنسيق مع إدارة التنفيذ المدني في وزارة العدل، إذا كان في هناك ظروف تقديرها وأهميتها يرجع إلى إدارة التنفيذ المدني. أما عن طريق التقديم والسداد يكون عن طريق إدارة التنفيذ المدني بوزارة العدل، والتي يوجد بها ملفات يتم دراستها من قبل الإدارة. وبخصوص التبرعات سيشارك الجميع من مواطنين ومقيمين وقطاع خاص وحكومي، خاصة وأن هناك فتاوى إجازة الزكاة لتقديمها للغارمين. اللينك والرابط راح يكون موجود إن شاء الله، راح ينطلق الساعة 7 مساء يوم الأحد، ويمتد لمدة 5 أيام إلى آخر ساعة من رمضان المبارك إن شاء الله. استطلعنا الآراء حول هذه الحملة والتي لاقت ترحيبا واستحسانا من قبل المواطنين والمقيمين. يعيدون مع عيالهم، يعني هذا وقت مناسب أنهم يكونون يعني مع عيالهم، اكيد لي اهالي ينطرونها. من اولى اوجه الصرف او اللي بيبي يتبرع للخير يكون في فك كرب غير ده شيء اكيد، يعني هذا مشروع خيري وبرمضان جاء الفضيله والسلام له الاجر. مبادرة إنسانية تؤكد حرص وزارة الشؤون الاجتماعية على أهمية التكافل الاجتماعي وأن يحظى الجميع بحياة كريمة. تبرعك لرفع الكاهل عن الغارمين يحرر أسرة بأكملها من الانكسار والفقر. مروة محرم، تلفزيون دولة الكويت. وللمزيد من التفاصيل المتعلقة عن هذه الحملة ينضم إلينا عبر الهاتف مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية عبد العزيز محمد العجمي. أستاذ عبد العزيز، بعد التحية أطلعنا على أهم تفاصيل هذه الحملة والتي تأتي في إطار ما جبل عليه أهل الكويت من عطاء. يا أهلا وسهلا فيكم ورحب فيكم. طبعا دور وزارة الشؤون الاجتماعية وإدارة الجمعيات الخيرية والمبرات السعي لتحقيق وتوطين العمل الخيري داخل البلاد لكافة المواطنين وتقديم الخدمات الاجتماعية والمساعدات للمستحقين من كافة أطياف المجتمع. فإن الوزارة اليوم أطلقت الحملة الوطنية فزعتكم فرحة لهم، تماشيا مع توصيات مجلس الوزراء الموقر وتوصيات معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة المهندسة مي البغلي. في هذه الليالي المباركة للسداد مديونية الغارمين، حيث تهدف هذه الحملة إلى تفريج أكبر عدد من الغارمين في الديون التي لم يتمكنوا من تسديدها. طبعا اليوم كلنا نعلم أن الكويت مركز العمل الإنساني لما لها من دور بارز وملموس في مختلف دول العالم، واليوم أول ثمار للتوطين العمل الخيري لهذه الحملة اللي هي حملة فزعتكم فرحة لهم ومد يد العون لكافة المحتاجين داخل البلاد. لذا أطلقنا اليوم هذه الحملة الوطنية من خلال رابط مخصص لجمع التبرعات لسداد ديون الغارمين المدنيين. نعم. على أن يتم تحويل الحصيلة إلى الإدارة العامة للتنفيذ المدني في وزارة العدل لفك كرب العديد من الفئات في هذه الأيام الفضيلة، حيث سيتم سداد ديون العديد من الفئات المستحقة للمساعدة
حتى المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصه وكبار السن والنساء، شريطا تكون كافه الاحكام متعلقه بالقضايا المدنيه التي تستمر من اليوم الى تاريخ الى حتى نهايه شهر الفضيل في منتصف الليل. إذن الحملة أستاذ عبد العزيز كما ذكرت قبل قليل بأنها انطلقت قبل وقت قليل ومستمرة إلى نهاية شهر رمضان. نعم صحيح. نعم إذن أي هناك تفاصيل أخرى تود أن تضيفها أستاذ عبد العزيز؟ لا، أتمنى من الوزارة يعني تدعو كافة الجهات المانحة من الشركات والجمعيات والمواطنين للمشاركة في الحملة لفك كرب هؤلاء الغارمين. دعينا الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بإذن الله. مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية عبد العزيز محمد العجمي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.